اسمه تعالى محاضرة الأسبوع الثالث، المحاضرة الثانية عن السيربروم، والمحاضرة اللي طلبت كلية الطب المرحلة الثالثة جامعة كربلاء، إعداد دكتور أحمد البغدادي بصوت دكتور حيدر صباح. مثل ما اتفقنا مع كل محاضرة الأوديو هو المطلوب للحفظ وما يكتب للاطلاع والاستفادة، وغالبا هي نفس الشيء متعلقين بس للتركيز على المهمات وللتركيز عليهم. سيربروم largest part of the brain situated in the anterior middle cranial fossa and supratentorial part of the posterior cranial fossa. أما ال infratentorial part يقصد بها tentorial cerebelli. نعم. أما ال infratentorial part فهو يحتل يمثل ال cerebellum والبرينستم. البرينستم للتفكير هو من على الأسفل في structures midbrain pons adula longa. يعني هو يربط بين two cerebral hemispheres left and right في structure الوايت ماتر اللي هو الكوربوس كالوزم اللي احنا اتناقش يعني تكلمنا عنه بالمحاضرات السابقة. بالنسبة إلى الكوربوس كالوزم فإحنا مرينا عليه وذكرنا الأجزاء مالته بسابق المحاضرات، فما قد نعيده هسه، قد نعيده في محاضرة أخرى. وليس غريبا أنه بالبرين يكون الجراي ماتر يكون الخارج أوتر والإنر الديب يكون هو الوايت ماتر مع احتفاظ بوجود السب كورتيكال نوكلاي. اما وعكس اما هذا يتم طبعا عكس يكون عكس السبانال كورد اللي يكون الجريمتر هو السنتر العميق والاوتر يكون هو الوايتر. بس يعني هذا الكلام يعني قد يكون مذكور بالمحاضرة الأولى، فإحنا من بس نقول لك إنه شلون راح يجي السؤال، قد يكون أكو عندك أسي، الأسي راح تكون هو شورت أسي، وما راح نقول لك عدد كم كذا، هاي مثلا each cerebral hemisphere has three poles وكذا، نقول لك what are مثلا what are the poles of the brain what are the main what are the surface of the brain each يعني اذكرها مثلا، ها مثلا ممكن يجي سؤال كذا. بعد المين sulci راح نجي عليها هسه، احنا لازم تعرفها تشريحيا اكو هواي sulci بالبرين، بس اكو المين sulci ذني اربع ذني مطلوبات يعني لأهميتها التشريحية. فالـ surface of the brain superlateral surface واللي يبدو من الخارج، والـ medial surface اللي تشوفه عند ما وكأنما تنظر له من النص، والانفيرير سيرفيس وبجزئين رئيسيين اللي هن الاوربيتال والتنتوريال سيرفيس، ولك ان تربط الاوربيتال بالاوربت كموقع، والتنتوريوم حتكون اكيد للبوستيريور سيرفيس. ركزنا على أهمية الـ major sulci أو the brain. ببساطة هن يعني من نشوف من لافت السيركس هن اثنين لكل هيمسفير. عندك اللاترال سيركس واللي يسمى بالسليبين فيشر، وعندك السنترال سلكس أو رولاندك فيشر. ليش هذا مهم؟
راح عندكم هسه تباعا للبقية الاستعداد. بس انت من اللي تشوف من اللاترال سيرفيس راح تشوف تو مين سلكاي لايتش سيربرال هيمسفير، اللي هن اللاترال سلكس اللي هو السيلفين فيشر نفسه، والسنترال سلكس من الاعلى اللي هو نفس الرولانيك فيشر. وما راح اطلب من عندك تحشيل عن السم او الراماي، بس يعني تعرف انه هذا لاترال سلكس وانه هذا سنترال سلكس. اللاترال سلكس تشريحيا مهم بانه قلنا ميدل سيربرال ارتري ممكن انه يصير اكسس يعني عن طريقه، والسنترال سلكس راح يوصل لك بين الموتور والسنسري كورتس. هسه اون ذا ميديال سيرفيس عندك السلكاي المهمه هي البارييتو اوكسيبيتال سلكس والكالكراين سلكس. الباريتو اوكسيبيتال سلكس عند هذا السلكس راح يصير نقطة يعني فصل بين الانتيير سيركوليشن والبوستيير سيركوليشن، مثل ما نذكر محاضرة البسطلة اوف ذا برين الجاي. الان عندنا كم سلايد يحكي بي على السلكس والجايروس وكله بتفاصيله، لا بس اتطلع عليهن. اكو كم يعني كم سلكس كم ستركتشر، بس المهم انك تفهم موقعه موقع تحفظه ليش، لان راح يجيك تباعا بقيه دراسه تشريحيه، مثلا انجولار جارس بلا مكان، السنجوليت جارس بلا مكان. هذا المكانات يعني تشريحيا كنت تعرف فيه وين ميديا ولا لاترال بيلوب بالضبط. راح في كل سلايد راح اتكلم فقط عن الاهم شيء، ممكن انه بس انه تعرف مكانه وين، وما راح اسالك عليه في لا في امتحان ولا، بس راح انت الك ضروري تعرف هذا الصفحه شنو اسمه ووين يقع. مثلا هذا السلايد ضروري تعرف وين مكان الفارس اوربيتاليس فارس تريانجولاريس اند فارس اوربيتاليس، بس مكانهن وين، هذا كلهن صارت بالانفيريال فرونتال جايروس. شوف لي وين صاير السوبرا مارجنال جايروس والانجولار جايروس. اوجد اللونيت سلكس والبوست كالكراين سلكس، اوجد مكان السنجوليت سلكس الكالكراين سلكس الكونيوس اند بري كونيوس، اوجد الاولفاكتوري سلكس والاوربيتال سلكس، اوجد الانكس والبارا هيبوكامبال جايروس واللينجوال جايروس من نفس اللاين اللي من الامام من خلف. ارجع واقول قبل ان نبلش بالستركشر اوف سيربرال كورتكس بانه الاستعدادات اللي راحا واللي خصا السيرفس اناتومي أو سيربرال هيمسفير، لأن أقول لك أوجد بلان سلكس ما راح أقول لك بامتحان وين صاير هذا، بس راح أريد منك تعرف يعني من أحكي عن الأنجولار جايروس تعرف هو وين، من أحكي عن السنجوليت جايروس تعرف وين، نعم من أحكي عن الأنكس تعرف وين، بس اللي فاتك إلك. سيربرال كورتكس ريبريزنت ذا هايست ديجري أوف ايفوليوشنري ديفلوبمنت أوف ذا هيومن براين. ثلث الظاهر انه من الهيمسفير السيربرال هيمسفير هو السيرفس اريا، وثلثين هو هيدن بطيات السلكاي والجيراي. الثيكنس
اوكسيبرال كورتكس مو ثكنس وحده، تختلف تتراوح بين 1.5 مليم الى 4.5 مليم. واكو نظريتين. النظريه الاولى تقول بانه بالكريستال كونفوليوشن اللي ظاهر انه هو هذا الثكنس، وبالدبت قد ما يكون ديب راح يكون ثنس. النظريه الثانيه تقول بانه الواحد ونص مليم هذا يخص السنسوري، خصوصا الفيجوال كورتكس، اما 4.5 مليم هذا يكون الموتور كورتكس. راح اسالك على اعداد النيورون والجلايال سيلز بس حتى تعرف فقط انه الجلايال سيلز هي ماتش مور ان نمبر ثان النيورونز اتشيلز في السيريبرال كورتكس، وهذا اللي يفسر وجود انه معظم اورام الدماغ هي جايه من الجلايال تيومرز. تايبس اوف سيريبرال كورتكس، احنا كهيومن بينج most of our cortex is formed by the isocortex the neocortex اللي يمثل 90%. اما الالوكورتكس كالاسم القديم هو 10% مثل. تبسيطا انه الهيومن بينج الهاي فانكشنال ريبريزنتيشن ممكن تلقى بالانيمالز هذه الايزو كورتكس ماتش مور ليس، وسنتر العاطفه وسنتر الميموري اللي هو بالالو كورتكس موجود بالانيمالز كذلك، ولكن بالهيومن احنا متميزين بالايزو نيوكورتكس. تايبس اوف سيربرال كورتكس، 90% من الكورتكس هو ايزو كورتكس او نيو كورتكس بالهيومن بينج طبعا بالانسان، و10% فقط هو الالو كورتكس اللي هو مسؤول عن العاطف والميموري وكذا، اللي موجود حتى بالانيمالز موجود. اللي يميزك يعني ويميز الهيومن بينج عن الانيمالز هو الهاي ريت والهاي برسنتج اوف نيو كورتكس ان هيز برين. وهسه من حكينا عن الالو كورتكس بين احنا ايش بدنا نعرف، وين مكان الهيبوكامبس وين مكان السنجلت جايروس، وهسه بناخذها بالتفاصيل ك ايموشنال سنترز وميموري سنترز بالمحاضرة المقبلة ان شاء الله. برودمان مابينج، برودمان ارياز، نشوف هاي الارقام ليس عندك احباط، ما راح ناخذ كل هاي الارقام، راح ناخذ اهم شيء بين الارقام. و مو قصة مشقة عليك او كذا، بس هي اصلا هاي الاريا من تحفظ رقمها راح يسهل عليك فهم و مكان وطبيعة الـ functional area of the cortex. فناخذ المهمات فقط بإذن الله إن شاء الله. الـ functional area in the frontal loop نتكلم عن كل لوب على حدة، الـ area 4 of Rodman هي الـ primary motor area واللي تقع مباشرة anterior anterior للcentral sulcus الرياني فيشر اللي ذكرناه من الأعلى مباشرة أمام area 4 area 6 اللي هي free motor area، والfrontal eye field area 8 كما تشوفها هذا الليجن اللي يصير بهاي الاريا area 8 راح يصير abnormality يعني أضواطي in the horizontal gaze. أما ال prefrontal area 10 11 12 ذني يختص بال behavior mainly بال behavior
وكذلك كانت بعد تنبك وياها مع المكسور شنو قلت. أما الموتور سبيتش أريا الـ44 45 البروكاز أريا الشهير واللي مسؤولة عن الإكسبرسيف، نعم الليجن يؤدي إلى إكسبرسيف أفازيا. وهذا فد رسم بديع الانفيرتد هومونوكيلوس يمثل سوماتوتوبيك ريبريزنتيشن او ذا برايمري موتور اريا. طبعا هذا تقريبا مشابه الى السنسوري مع اختلاف بسيط راح نذكره. من عند تعرف انه قلنا بالميديال سايد اوف اللور لين و لاترال سيرفيس يبدي ترانك وتشيست ويبدي بعد الابر ليم مع الفيس. وهذا عندما تصير ليجن في اي مكان تعرف بالضبط من تحفظ هذا الشكل تعرف بالضبط اي مكان اللي انضرب عندك. هسه اكو علاقه بين الكومبلكسيتي of skill of motor skill وبين التمثيل بالسيبرال كورتكس. ويعني هذا ان كونت يعني اللي ما لها علاقه اللي خلينا نقول ما لها علاقه مباشره بالبولك اوف بادي ريجن، بمعنى ممكن تلقى الهان تمثيلها بالكورتكس مشابه لتمثيل السيرفس اريا اللور ليم كاملا مثلا هيك شيء. والفيس كذلك هم عند فد هاي كورتيكال اريا اوف برزنتيشن. واكيد اذا صار عندنا ليجن باي سيربرال هيمسفير عاده اللي يتاثر هو الكونترالاترال سايد اوف ذا بودي، ناو توكينج اباوت ذا برايمري موتور اريا اللي اذا صار ديستركشن يؤدي الى فرايسس حسب مكان الديستركشن كما ذكرنا. هسه الموتور سبيتش اريا قلنا بالبروكاست اريا الشهيره واللي تكون بالانفيريور فرونتال جايروس واريا ايش قد؟ بالضبط اريا 44 و45 فقط بالدوميننت هيمسفير اللي تكون عاده اون بالليفت سايد ان ذا رايت هاند اندفيدوال وحتى في معظم الليفت هذا الانفيجوال. Forms the speech by its connection with the adjacent motor area for the muscles of mouth, pharynx and larynx. والديستركشن مع البروكاست اريا ممكن يؤدي الى الموتور افيزيا. يفهم كلامك يستقبل ولكن ما يبث. وهذا يشمل مو بس الكلام يشمل الكتابة كذلك. يعني ما يفيد واحد مثلا هو ما يحكي لك والله تعال اكتب لي، بل نفسه هو راح يصير مضروب عنده السبيتشنج والرايتنج موتور اكسبرشن. Now talking about the prefrontal area اللي هي تصير بالفرونتال لوب بالانتيريور فرونتال لوب responsible for make up مال behavior بصورة عامة personality, behavior, judgment وهكذا. 9 10 11 12 من البرودمان اريا يمثل هذا المكان واضافة الى هذا الماتوريشن والجيت كذلك ممكن يتأثر اذا صار عندنا يعني ليجن بهاي المنطقة even patient may urinate in public ويصير عنده جيت ابراكسيا. والابراكسيا هي مشكله بالدوينج ثينجز عكس الاجنوزيا اللي هي مشكله بالريسيفنج بالاندرستاندينج بالريسيفنج. الفانكشنال اريا ان ذا باريتال لوب الان كمل الفرونتال نرجع الباريتال. البرايمري سنسوري اريا اللي مباشره هو خلينا نقول الى الخلف من السنترال سلفس
نرد على النكشة اريا 3 1 2. وليش يكون 1 2 3؟ سؤال إلك بعد. sensory association area اللي يخمه 7، وال sensory speech area of pharynx اللي هي 39 و40. نتكلم عن الفانكشنال اريز ان البارايتال لوب ونقارنها بالفرونتال لوب. هنا البرايمري سنسوري اريا اللي تصير الى الخلف بالبوست سنترال جايروس، عكس الموتور اللي يصير من امام السنترال جايروس بري سنترال. هاي الاريا هي 3 1 2، والموتور يقابله اريا 4. هذا primary sensory بالprimary motor. وليش هاي الاريا مو 1 2 3؟ هذا سؤال الك. sensory association area اريا 5 و7، شنو يقابله بالبرايمري بالعفو شنو يقابله بالموتور association area؟ بالضبط يقابل اريا 6. ال sensory speech area of pharynx 39 و40، pharynx او pharynx نسميه، شنو اللي يقابل بالموتور؟ بالبروتال يقابل البروتاس الاري 44 و45. من القرن يسهل حظك. هسه شوي نفصل السنسوري برايمري سنسوري اريا. اوكيوبايز البوست سنتر بوست سنترال جايروس الى الخلف من السنترال جايروس، و ريسيف فايبرز من الكونترا اترال سايد اوف ذا بودي. ذاك الموتور ينطي الكونترا اترال كذلك اماكن هذا السنسور ريسيف من الكونترا اترال. وال نفس الانفيرتو هومونيكولاس صورة عامة، اختلاف بسيط بالتوزيع بين الثري، بمعنى انه اذا صاعد مدمج في احد من الاريا راح يدين الى سنسوري ديستربنس بالبروبيوسبشن بالفايبريشن، نعم بالاستريوجنوسيس وهكذا. اختلاف بسيط انه مثلا خلينا نقول الجينيتاليا حتكون هي اسفل الفوت بالميديا سايت بالسنسوري، اختلاف عن الباك ليفل موتور، وانه يعني اللارينكس وكذا حتكون اسفل الفيس هاي بالسنسوري، والانتستين كذلك راح تصير اسفل الفيس باللاترال اسفل اللاترال هيمسفير. هسه السنسور سبيتش اريا لوكيت بالانفيريور بارييتال لوبيوم و يسمى بالفيرنكس اريا، شوي احلى من الفيرنكس. فقط قلنا مثل الموتور فقط بالدوميننت هيمسفير و كونسيرند وذ اندرستاند اوف لانجويج، وهاي اللانجويج سواء كان روتن او سواء كان سبوكن نفس الموتور. اكو شيء لطيف عن البروسيسنج مال الموضوع، انه يقول لك انه ريسيف امبولس من الفيجوال كورتكس والاوديتوري كورتكس كما موضح بهذا الرسم التوضيحي، ويصير كانبوت ويصير بعدين اندرستاندينج ان ذا فورم اوف بروسيسنج اند كونكتد تو ذا موتور سبيتش اريا اللي هو الاوتبوت. نشرح لك شلون يصير البروسيسنج اوف لانجويج من الهيرينج الى السبيكينج، والبياناتهم ماكين اقصد اكزونز تربط بياناتهم لكويت سيكولاس، راح نرجع تفصيله ان شاء الله مستقبلا. الدمج يعني البيشنت راح يكون able to see the words بس unable to understand them or copy them. Functional areas in temporal loop اكو عندنا primary auditory area area 41 و area 42 و secondary auditory area area 22. The functional areas in temporal loop the primary auditory area area 41 و 42 و secondary auditory area او association auditory area اللي هي area 22.
ومن هذا ما سبق يتبين لك انه كل سكندري اريا او كل اسوسيشن اريا هي محيطه وملاصقه الى البرايمري اريا. نفصل شوي البرايمري اوديتوري اريا انه هي باللوكيتد اون ذا سوبيريور تمبورال جايروس مثل ما قلنا اريا 41 واريا 42، وهذا كلام مهم انه يقول لك انه ريسيف اوديتوري انبوتس بايلاترال. لهذا يونيلاترال دامج بالكورتكس بالاوديتوري كورتكس برودوس بارشال ديفنس بالبوث ايرز لانه بايلاترال ريبريزنتيشن، بس اكثر شيء يتاثر هو بالكونترالاترال اير. مع ذلك اجمالا اذا عندك دمج اوليتري كورتكس وحده يونيلاترال راح يكون تاثيرها قليل اجمالا على الاير بصوره عامه، على الهيلينج بصوره عامه. اما اذا صار لا سمح الله بايلاترال دمج فهذا راح يصير كورتيكال ديفنس. والان شوي نفصل البرايمري اوديتوري اريا اللي قلنا اريا 41 42 لوكيتد ان اون سوبيريور تمبورال جالكس. و المهم ان تعرف انه ات ريسيفز اوديتوري انبوت بايلاترال بيلز بايلاترال برزنتيشن. لهذا فاليونيلاترال دامج بالاوديتوري كورتكس ممكن تؤدي الى بارشال ديفنس بالبوث اير، شوي يتأثر على التنين، بس أقصى تأثير حيكون على الكونترالاترال إير. مع ذلك إجمالا إذا صار عندك دمج في أوريتري كورتكس وحدة يونيلاترال حيكون تأثيرها العام على الاثنين قليل. أما إذا صار عندك بايلاترال أوريتري دمج هذا المفروض نادر انه يصير، فيصير عندك كورتيكال ديفنس يجيك المريض ما يسمع بالاذنين، بينما معظم اللي يجيك ما يسمع باذن واحده، وهذا ما يتلائم اذا ما يسمع للتالي باذن واحده ما يتلائم عاده مع الكورتيكال ليجن، فذبها براس العصب الثامن اللي هو الفيستيبيلو كوكليار نيرف ومحيطه. وال فانكشنال اريا ناو ان ذا اوكسيبيتال لوب بصورة عامة من تسمع بالاوكسيبيتال بالك الفيجن، وحتى بالافلام من واحد ضرب على راسه ونضرب على الاوكسيبيتال اريا والله هذا مثلا يفقد لبعض البصر او شاشة او يتاثر. هسه البرايمري فيجوال اريا اريا 17 شوف موقعها بالرسم موجود، والسكندري فيجوال اريا اريا 18 19. هسه انت احفظ بصورة عامة على الرسم الاريا 17 وين صاير، والفرق بين الليجن بالاريا 17 واريا 18 19 انه الاريا 17 اذا صار عندنا ليجن راح المريض يصير عندنا يعني ما يشوف يعني بلايدنس كونترالاترال. اما اذا كان الاريا الليجن بالاريا 17 والعفو، اما اذا كان الليجن بالاريا 18 19 فالمريض يشوف بس ما يفهم ليش. هسه يقول لك most of the function مال cortex equally بين the two cortices left or right عدا الوظائف اللي يقوم بها الدوميننت هيمسفير. والدوميننت هيمسفير مسؤول بدرجة اساس عن اللانج، وقلنا انه الويرنكس والفيرنكس اريا والبروكاس اريا تعمل حصرا بالدوميننت هيمسفير. هسه الوظائف السيربرال كورتكس موزع بالتساوي تقريبا بين الليفت والرايت هيمسفيرز عدا الوظائف اللي يقوم بها الدوميننت هيمسفير. و الدوميننت هيمسفير مسؤول عن اللانجوج بدرجه اساس، و الكالكوليشن كذلك كذا
اما النون دومينانت هيمسفير مع انه انفيرير باللانجويج ولكن سوبيرير باذر فانكشنز. هسه هو معظم الناس هم الليفت هيمسفير هو الدومينانت، سواء كان يمناوي هو الليفت دومينانت، واذا كان يسراوي فاكثرهم هم كذلك الليفت دومينانت، وقسم قليل هم عندهم رايت دومينانت. اما احنا مثلا حتى بالعمليات مال الاطفال عند ما نخلي الصمام نبني انه الليفت دومينانت هو الليفت هيمسفير هو الدومينانت، ونخلي الصمام على الاغلب بالرايت هيمسفير. هل ممكن يكون اكو بايلاترال دومينانسي بين الليفت والرايت؟ ممكن، نعم ممكن. هذا قد نسبته يقال 15% من الليفت هاندد ممكن عندهم بايلاترال دومينانسي. ومن اللطيف انه يقول لك انه الطفل ممكن انت اذا هو مثلا ما تاهلنا، اذا واحد يساوي يقول والله يحط يعني يتعب قلبه يمنى، معلومه حلوه يقول لك انه اول 10 سنوات ممكن تغير الدومينانسي of the child. هذا مقطع غير رسمي بس فور انترست، ممكن تخلي الطفل يكتب باليمنى او باليسرى، يعني اذا هو اصلا يكتب بايد ممكن تغير ايد ثانيه، او فقط اول 10 سنوات بعدها غير ممكن. نرجع الدومينانت هيمسفير مسؤول مو بس عن لانجوج، مسؤول كذلك عن الماثماتكس، مسؤول عن الاناليسيس الرايتنج، هذا كلها يسويها الدومينانت هيمسفير. اما نون دومينانت هيمسفير ما قاصر، قلنا ممكن يكون سوبيريور في وظائف اخرى اللي هي ريكوجنيشن اوف فيس مو شويه، والميوزك بيرسبشن اند بروسيسنج اللي هي محاكم كذلك مو شويه. بهاي الستايل نكون اكملنا المحاضره، نرجو ما نكون اطلنا عليكم، حاولنا نلخص لكم الموست فاميليار بارت اوف سيبرال كورتكس، ان شاء الله ما تكون شاقه عليكم، ما تعرف بس مجرد ما تعرف موقعها بالاعاده شويه راح تصير فاميليار وذ نمبرز اوف برودباند بالتوفيق ان شاء الله.